يا صباح الخير عليكم وعلى كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. يوم جديد وعشرة الصبح في الأهلي، وزي ما عودناكم دايما هنقل لكم كل الأخبار المتعلقة بالنادي الأهلي، فرقه الرياضية المختلفة، وكمان أكيد فريق الأول لكرة القدم. وزي ما قلت يا كريم، من داخل ملعب مختار التتش هنقل لكم بقى كل الأمور المتعلقة بفرق النادي الأهلي، والبداية مع الفريق الأول لكرة القدم واللي بيواصل تدريباته النهاردة. يعني تجمع الفريق كان الساعة 10، يمكن اللاعبين بالفعل متواجدين في النادي، والمران ان شاء الله هيبدا الساعه 11 صباحا. خليني اقول لكم انه خلاص بدا الاعداد للمران، يمكن زي ما باين في الباك جراوند خلفي الكل الحقيقه يعني في حاله من التركيز الكبير جدا، الكل بيستعد للمرحله القادمه وان شاء الله المباراه القادمه واللي هتكون امام فريق شباب بلوزداد يوم 16 فبراير في دوري ابطال افريقيا. طبعا كل التوفيق لرجال النادي الاهلي. يعني بالتاكيد زي ما احنا متابعين اخبار الفريق الاول لكره القدم بيستعد بشكل قوي جدا، شفناه طبعا بيخوض معسكر في الامارات وعدد من المباريات الوديه، وكمان طبعا امبارح خاض مباراه وديه امام فريق سموحه وانتهت لصالح النادي الاهلي بنتيجه 2-1، كان احرز اللاعب مودست هدفين. يعني طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق، عندنا ثقه كبيره جدا فيهم، ويمكن وحشنا بقى نشوف النادي الاهلي ومباريات النادي الاهلي، لكن خلاص بقى ايام قليله بتفصلنا عن عوده المباريات مره ثانيه، فبالتاكيد بنتمنى لهم كل التوفيق. ده فيما يخص اخبار الفريق الاول لكره القدم. زي ما عودناكم بقى خلونا نروح للالعاب الاخرى، والبدايه مع رجال الماسترز، رجال الكره الطايره بالنادي الاهلي، واللي النهارده ان شاء الله هيكون عندهم مباراه امام فريق سموحه، مباراه هتكون الساعه 5 مساء طبعا بالاسكندريه، وده طبعا ضمن منافسات الجوله الخامسه من الدور الثاني من بطوله الدوري. طبعا هم كانوا غادروا للاسكندريه امس عشان بقى يدخلوا في اجواء المباراه، ان شاء الله كل التوفيق ليهم. خليني اقول لكم ان دي ثاني مباراه بعد فتره التوقف الدولي، يعني المباراه الاولى كانت امام فريق القناه وانتهت لرجال الماسترز بنتيجه 3-0، ان شاء الله بقى كمان النهارده يفوزوا بجميع الاشواط، هو ده الحقيقه اللي عودونا عليه دايما رجال الماسترز. اما عن فتيات كره الطايره او فتيات الذهب، زي طبعا ما دايما بنقول، الحقيقه ان هم الى دور الثمانيه من بطوله كاس مصر، ده طبعا بعد ما فازوا في مباراه امس امام فريق اصحاب الجياد، مباراه طبعا فازوا عليها بنتيجه 3-0، الحقيقه ان هم عملوا مباراه كبيره جدا وظهروا باداء قوي يليق طبعا بفريق النادي الاهلي. خلوني بقى كمان اقول لحضراتكم بالتفصيل نتائج الاشواط، الشوط الاول بنتيجه 25-11، الشوط الثاني بنتيجه 25-21، والشوط الثالث والاخير بنتيجه 25-8. يعني طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق. خلوني بقى اقول لحضراتكم ان شاء الله في دور الثمانيه من بطوله كاس مصر هيواجهوا فريق سموحه، فبالتاكيد بنتمنى لهم كل التوفيق. كمان خلوني اقول لحضراتكم انه الاتحاد الافريقي لكره الطائره كان اعلن عن موعد بطوله افريقيا، واللي طبعا هتقام هنا بمقر النادي الاهلي بالجزيره. يعني طبعا موعد بطوله الرجال هتكون ان شاء الله من يوم 12 ليوم 24 ابريل، والسيدات هتكون من يوم 24 ابريل حتى 5 مايو المقبل. اكيد بنتمنى لهم كل التوفيق، ان شاء الله بقى تكون بطولتين اهلاويتين خالصتين، وطبعا زي ما قلت هتكون مقامه هنا بمقر النادي الاهلي بالجزيره، بتكون أجواء مميزة جدا، فأكيد كل التوفيق لرجال الماسترز وفتيات الذهب. من بقى كرة الطايرة خلونا نروح للعبة كرة السلة، وخليني أقول لكم إنه من المفترض إنه كان يكون في مباراة لرجال كرة السلة غدا، يعني لكن تم تأجيلها بسبب بقى مشاركة منتخبنا الوطني في بطولة قطر الدولية، وكمان هيكون عندهم تصفيات أفريقيا في نهاية هذا الشهر، فبالتأكيد بنتمنى كل التوفيق لمنتخبنا الوطني لكرة السلة. المباراة كانت مؤجلة من الجولة الرابعة وكانت هتكون أمام فريق الجزيرة، لكن زي ما قلت تم تأجيلها، وإن شاء الله هتلعب بقى في بداية أو عودة الدور الثاني من بطولة دوري السوبر، فبالتأكيد بنتمنى كل التوفيق لرجال النادي الأهلي وطبعا منتخبنا الوطني لكرة السلة. إن شاء الله بقى زي ما منتخبنا الوطني لكرة اليد فرحنا، كمان منتخبنا الوطني لكرة السلة يفرحنا ويقدم بطولة كبيرة جدا. خلوني كمان أقول لحضراتكم لاعبي النادي الأهلي المشاركين مع منتخبنا الوطني لكرة السلة، هيكون منضم للمنتخب اللاعب عمرو الجندي، اللاعب إيهاب أمين، عمر طارق، مروان سرحان، وكريم حاتم. الحقيقه بقى انه عوده مروان سرحان لمنتخبنا الوطني لكره السله يعني الحقيقه فرحت كل الاهلاويه، اللاعب الحقيقه بيقدم اداء قوي جدا ومميز، يعني شفناه بيتالق مع رجال النادي الاهلي، ان شاء الله بقى كمان يكون متالق مع منتخبنا الوطني، زي ما قلت بتمنى لهم كل التوفيق.
كمان بقى نروح لشباب وناشئات كرة السلة، الحقيقة بيقدموا مباريات كبيرة جدا في بطولة الجمهورية. خلوني في البداية أبدأ مع شباب كرة السلة 16 سنة، واللي قدر يحقق فوز على فريق العبور بنتيجة 47-28 زي ما قلت ضمن منافسات بطولة الجمهورية. أما عن ناشئات كرة السلة 16 سنة فأيضا قدروا يحققوا فوز أمام فريق وادي دجلة بنتيجة 54-18 في منافسات بطولة الجمهورية، لأنهم ماشيين بخطة ثابتة جدا وبيقدموا أداء كبير يليق طبعا باسم النادي الأهلي، فأكيد بنتمنى لهم كل التوفيق. اخيرا بقى خلونا نروح للعبه كره اليد، ورجال كره اليد النهارده ان شاء الله هيكون عندهم مباراه امام فريق الجزيره، طبعا دي يعني تاني جوله من بطوله الدوري من المرحله الثانيه لبطوله الدوري. شفناهم في اول مباراه كانوا طبعا بيواجهوا فريق هليوبلس وقدروا يحسموا المباراه لصالحهم بنتيجه 31-27، لان هم كانوا عملوا مباراه كبيره. المباراه كانت بتقام هنا على صاله الامير عبد الله الفيصل بمقر النادي الاهلي بالجزيره. ان شاء الله بقى كمان النهارده يقدموا مباراه كبيره ويتالقوا زي ما عودونا دايما الحقيقه رجال كره اليد. خليني اقول لكم انه منذ بدايه الموسم رجال كره اليد حققوا الفوز في جميع المباريات، محققين العلامه الكامله، فطبعا بنتمنى لهم كل التوفيق. اما عن شباب كره اليد فريق 2006 فايضا امس قدر يحقق فوز على فريق العبور ضمن منافسات دوري المرتبط للمحترفين، انهوا المباراه لصالحهم بنتيجه 34-25 عشان بقى كالعاده يفرحوا الاهلاويه ويتالقوا، طبعا اكيد بنبارك لهم على هذا الفوز. يعني دي اخبار الفرق الرياضيه المختلفه. كمان بقى زي ما عودناكم يا كريم ويا نهاوند خلوني انقل لكم الاجواء. درجه الحراره دلوقتي 20، يعني الحقيقه الاعضاء متواجدين في النادي، يمكن كمان عائلات، لان طبعا زي ما احنا عارفين انه في اجازه دلوقتي، اجازه نصف العام، يعني في الحقيقه اجواء مميزه جدا داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره، وفي كمان سيوله مروريه جيده، فكل الاعضاء بقى تقدروا تيجوا وتستمتعوا باليوم النهارده. يعني طبعا يا كريم ويا نهاوند معاكم لو عندكم اي استفسارات. دي كانت ابرز اخبارنا في فقره اخبار النادي الاهلي النهارده، والان العوده ليكم مره اخرى في الاستوديو. والله مفيش اي استفسارات ولا اسئله اضافيه، كل الشكر ليكي يا هاني.